Hey guys, what's up? It's Anas here, and today I will show you how to do the cartwheel front flip. Let's get into it. وأول عفسة قبل ما تدير كارتويل فرونت فليب لازم تكون معاك الكارتويل. قال حركة سهلة، راح دير كارتويل. الكارتويل تاعك لازم تكون قوية وسريعة. بعد الكارتويل اليدين تاعك راح تجيبهم بهذا الشكل وتضربهم للأعلى باش يعطوك ارتفاع في الحركة. النظر تاعك يكون للأسفل. بعد ذلك راح تجيب الركب تاعك لصدرك، ماشي صدرك تنزلو للركب خاطرش هذا يؤدي إلى السقوط. راح تجيب الركب تاعك لصدرك، دير الضم، ذن دير انتاك، راح تفلت الركب تاعك وتطيح واقف في الحركة. الحركة سهلة، ماش تطلب منك بزاف وقت إذا كنت تجيب كارتويل شابة. يدور كارتويل ذن swing your arm, bring your knees to your chest, not your chest to your knees, tuck and then land. I'll show you guys some example. متاكدون لحقنا الله في الفيديو. اذا عجبك الفيديو دير جيم ابوني فلاشان and see you later.